قدم المنتخب الوطني أداء قويا في الشوط الأول ضد إفريقيا الوسطى، وتمكن من تسجيل 4 أهداف قبل نهاية الشوط الأول. وجاءت الأهداف من عبد الصمد الزلزولي الذي افتتح التسجيل، ثم عز الدين أناحي الذي ضاعف النتيجة، وأضاف أشرف حكيمي الهدف الثالث، واختتم أناحي الرباعية. لكن ما أثار القلق هو إصابة الحارس ياسين بونو في الدقيقة 30، مما اضطره إلى مغادرة المباراة ليحل مكانه منير المحمدي حارس نهضة بركان.